Yeah.
لا افتح عليك. ايوه كده والله العظيم ثلاثة ما حد يعمل كده ابدا. وانت الوحيد اللي استحق كلمة دكتور. انا بقول على 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 ملا صوت يا ايه الحلاوة دي يا دكتور على دكتور والله. ما كان من عندنا وذكرى إسماعيل وإدريس وذلكفل كل يوم من الصابرين وأدخلناهم في إنهم من الصالحين. الله يعني الله يزيد الله يفتح عليك الله يزيدك يا شيخ. مخارج مظبوط نعم مش بيجي شويه ميه اجيب لك فوق على اجري انا اجيب انا هات هات للدكتور شاي ولا مي. عليك يا مش سيد عليك يا الله حبيبي.
سبحانك إني كنت من الظالمين. الله صلى الله عليه وسلم. نفهم نعرف نسمع يعني ما شاء الله نفتح عليك.
عشان تاخد راحة والله المقرين مبسوطين وما بيسمعوه اوعى تكلم اسمح حاجه والله اسمح لا اله الا الله انهم كانوا جمعة اللهم صل على النبي يا دكتور عليك يا سيدي. ايه؟ الله.
إلى ما تيسر من آيات سورة الأنبياء تلا علينا فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال شاكرين إليه صاحب الإجادة والإتقان متعدد المقامات والروايات ما من دولة إسلامية إلا وصلتم فيها بتلاوة الآيات القرآنية وأثناء تلاوته شرفنا فضيلة الشيخ أحمد الغمري وفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بمصر العالم الإسلامي السيد اللواء فخري أبو عزازي بوجودك فخري وباسمك اعتزازي فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الدوري المدير للأوقاف الشرقية فضيلة الشيخ عمر المسلمي شيخ المعاهد الأزهرية فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح سعيد من المحمودية اتصال هاتفي بالطريق إلينا من القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد ومن الشيخ رضوان متقدم إلينا الشيخ رضا جمع منصور ومن الأحسن المتقدم في الطريق إلينا الشيخ علي محمود شميس والشيخ السيد راشد ومتقدم إلينا فضيلة الشيخ حمدي محمد أحمد مهدي شلل من الملاك والشيخ محمد محروس تلمة من التاج الكبير والشيخ منصور جمعة. أيها السادة الليلة ممتدة إلى ما يشاء الله. أشكر إلى كل من شرف فيها من السادة العلماء والقراء. فضيلة الشيخ محمد أحمد العزازي شيخ الطريقة العزازية والداعية الإسلامي الكبير وذاك الصوت الذي نشتاق لسماعه ونعلمه بإذاعة القرآن لكنه قد اعتذر فضيلته عن الكلمة ليفسح